بسم الله الرحمن الرحيم. قام لواء مشاعر النصر التابع لجبهة الأصالة والتنمية في ريف دير الزور في مدينة العشارة بتأمين انشقاق عدد من العسكريين بهدف إيصالهم إلى أهلهم. نتعرف عليكم. تعرف أحمد قدور. من وين شقيت يا أحمد؟ من مطار دير الزور العسكري. أهلا وسهلا. محمد عمار الشامي. من وين شقيت؟ فوج 93 براقة. فراد حسين شيخ بكر من إنشاءات عسكرية. عبد الله أحمد الشقرة إنشاءات عسكرية بالشام. نورس الأش إنشاءات عسكرية. خالد عمر طامع هشام القامشي. جهاد الخلف مؤسسة تنفيذ إنشاءات عسكرية. من يحب يوجه رسالة لأهله؟ شو الحمد لله احنا بفضل الله وفضل الجيش الحر نحن الحمد لله بخير. بنصح كل أم وأب عنده ولد مع الجيش الكافر جيش الأسد إنه يترك وينضم لأخوانه بالجيش المسلمين الجيش الحر. زملائكم اللي لساتهم مع النظام إنه ينشقوا أحسن ما يقعوا أسرى. والجيش الحر مو هن المسلحين ولا شيء، بس الإرهابيين إنه جماعة الأسد الشبيحة. يعطيك العافية.